صراحة فرحة بلا ما نعبر لك بالصباح هذا، بلا ما نعبر لك الفرحة ديالي. الفرحة ديالي راه ديما انا فرحان، واخا ما عرفتش شنو يكون منتخب المغربي خصنا نفرحوا معاه كيما كان الاحوال، خصنا نبقاو شادين الا 90 دقيقة حتى الاخر ان شاء الله، وغيكون الاخر. انا الراية ديما انا تنهز الراية في اي بلاصة، خصني نهز الراية المغربية وخصني نهز الراية المغربي. علاش خصني لابد الصباح فقط تتبان لي نمشي نجيب الرايات انا ونشجع المنتخب المغربي، وعندي امل كبير 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 كبير. اللي عند امل فهاد 40 مليون ناس ما راه عندهم هاد الامل، ما تيبغيوش يعبروا عليه نفوزهم، ما يحشمش بنادم ما يضاق ما والو. اي حاجه راه منتخب مغربي، هذا راه منتخب. شنو منتخب؟ راه منتخب، راه خصنا نشجعوه من الصباح حتى العشيه. من الصباح باقي ما بداتش المقابله، حتى تبدا المقابله وغيكون مورا المقابله واحد العرس، واحد العرس ديال بنادم اللي فرحان من 2004 حتى 2017. خاصنا نكونوا حنايا بعدا كندوزوا الدور الثاني، وان شاء الله دزنا الدور الثاني، او اللي راه حنا في فينال ان شاء الله الحمد لله.